عندنا مناشده من خلال قناتكم الموقره للاستاذ اسعد العيداني. احنا ما نعتقد هي السالفه من اسعد العيداني. احنا نريد هاي المناشده توصل للاستاذ اسعد العيداني من خلال قناتكم لكي نتضح له الصوره. هو الرجال قال اي واحد عنده شيء يريد شيء يجي يقدم وانا بخدمته. احنا ناس عندنا ارض بحي الزيتون وقرب صيدليه الفجر والطب علينا، صار لنا 25 سنه بهاي الارض، عوائل وعندنا اطفال وعوائل يعني كبار مو هيك، وناس عماله ما يعني على قد الحال قاعدين بيها. فاول بدايه الامر جانا واحد سعودي قال هاي الارض مالتي وتفاوضنا وياه وقعد وردنا الاوليات خلوا طفر. بعدين جانا واحد قال انا من الامارات هاي الارض مالتي وخلوا وراه. بعدين اجونا جماعه قالوا يا بعدنا طلابه بالعماره ورايديننا 5 بيوت 6، اشتروا الارض فلشوها قاموا يبيعون بها القطعه 160 170 مليون، وموجود الكرفان مالهم ما يزال موجود عندنا بالمطيحه موجود قرب النهر. هاي اثنين. الشغله الثالثه هسه انه بجانا واحد جديد كويتي مشتكي علينا وما ندري، رحنا للبلديه اعطونا هذا الكتاب مال البلديه، هذا الكتاب مال البلديه اللي اجوا قالوا يطلع عليكم المساح بفلان يوم، ولحد الان ما طالع علينا المساح. هاي وحده. وحده الثانيه هسه بنشتكي علينا الكويتي، موعدنا يعني موعدنا اللي طالبنا به القاضي يوم 27/4. هذا من المشتكي عليكم؟ المشتكي علينا على سب ما يندعي الوكيل مال الكويتي، يعني يقول هو هاي الارض اللي يقول هاي الارض مال الكويتي، هذا من بعد السعودي ومن بعد الاماراتي جانا كويتي. هذا يعني هاي القرار القاضي يوم 27 ورا العيد يصادف يوم خميس، ونحن يعني نحضر للمحكمه ويشوفنا السيد القاضي. اليوم تفاجئنا بالامر، اجوا جماعه من لجنه التجاوزات قالوا احنا مطلعنا عليكم استاذ اسعد العيدان بازاله البيوت منا اليوم الاثنين، يعني صادف يوم ثالث العيد. احنا ما نعتقد استاذ اسعد العيداني هاي العوائل، هو نفسيته قال البيت اللي بيه عائله، واحنا ناس قوتنا يومنا يعني ناس عماله، لا عندنا شغل لا عندنا راتب لا عندنا ملك خاص، وين نروح؟ وصار لنا 25 سنه من عهد النظام. بس سؤال، هي هاي الارض انتم جيتوا سكنتوا بيها يعني ما الواحد مشترين هي؟ لا احنا اشترينا بيوت مبنيه من عهد صدام، اشترينا بيت مبني ومكاتبات عندنا موجوده، اشترينا من عهد صدام يعني من قبل لا يسقط النظام. احنا بيت مبني اشترينا، البيت مبني واشترينا بيوت مبنيه، احنا ما جينا ارض فارغه وجينا تجاوزنا عليها وقعدنا بيها، فاحنا كل احنا اشترينا.